وننتقل يعني بعد هذا اللقاء الجميل إلى متابعة تقرير عن أدراج السلط، هذه الأدراج التي تحاكي تاريخ ذكريات وأيضا عيش مشترك في مدينة الأوائل، نتابع معا. أدراج السلط، ذاكرة الخطوات والحياة. شوق يحضن الحجر، نبض يحاكي الدرج، يهمس له، يبوح لهفته، يناجيه ساردا ذاكرة المارين صعوداً نحو أعالي قمم السلط، نزولاً نحو نبض البلد، حيث الأدراج تناجي عتبات البيوت. أسمع المناجاة فأتسلق المكان صعوداً بنظري، أعرج عالياً درجة وراء درجة لأتلمس شهقة البيوت المعلقة على سنام الجبال، ولا ختام لدفتر درب الدهشة والجمال، فكل صفحة تفضي إلى أخرى، وكأن تلك الأدراج صفحات كتاب ذاكرة وحياة، بعضها باق وبعضها ذاكرة مستعادة يتوق لها الكبار الذين عاصروها. وكأنما السلط كتاب معتق تروي حكايته تلك الأدراج التي تلتئم البيوت حانية عليها، وهي عاشقة تحنو على خطوات المارين منها، وهم ينثرون المحبة والطيبة أحرفاً تتشكل كلمات نخوة وأصالة على صفحات تلك الأدراج. أعي لهاث القاطنين هناك، أرافقهم خطوة تلو أخرى على هذه الأدراج، كأنني أتبع معراج العمر، متهجية أبجدية الأبواب والشبابيك ولا أتعب، بل أغرف كلما صعدت أكثر بعيني وروحي ونبض قلبي ما تناثر من معتق الحكايات وما تبقى من بوح البيوت القديمة النابضة بالخير في السلط، مدينة العز والفخار.